طبعا عشان اشتغل على لينكس، عشان اربط بين اللاب فيو والاردوينو، محتاج اول حاجه اللاب فيو. انا شغال على اللاب فيو 2017 64 بت، محتاج كمان الان اي فيزا 1700 فل. طبعا لازم تسطب اللاب فيو وتسطب الان فيزا او الان اي فيزا. بعد كده عندنا الان اي لايسنس اللي بيعمل اكتيفيشن لللاب فيو. طبعا الحاجات دي اساسيه في الاول، اللي هو اللاب فيو والان اي فيزا لازم تسطبهم الاول. بعد كده هنسطب لينكس عن طريق ان انا ابحث على في اي باكج مانجر، هتبقى نازله مع اللاب فيو. طبعا لو مش نازله انت هتنزلها من الموقع. طبعا انا عندي احدث اصدار للفي اي باكج مانجر 2018، مسطب لاب فيو 2017. طبعا لو جبنا هنا الانستولد، انا عندي مسطب لاب فيو انترفيس فور اردوينو اللي هو الليفا بيز ابليكيت. هنجيب اول ونبحث على لينكس هنلاقيها هنا، او ممكن تكتب ميكر هاب هتطلع لك. طبعا ايه، نضغط عليها كده ونضغط على العلامه دي انستول. بعد كده بيقول ان هو عايز يسطب الحاجتين دول، اقول له كونتينيو. هو هيفتح البلاتفورم بتاع اللاب فيو اوتوماتيك. يس اكسبت. طبعا لازم ابقى متواصل مع النت عشان اعرف اسطب، لان التسطيب بيبقى اونلاين. طبعا هو بيسطب حاجات في الخلفيه هنا زي ما انتم شايفين، وخلص هنا زي ما احنا شايفين فينش. هتنقل ايقونه اللاب فيو ظهرت جنب اللينكس. حتى لو جبنا انستول من هنا هنلاقيها موجوده اهي. طبعا ايه، هيستخدم مع الاردوينو وانواع تانيه زي الراسبيري باي وحاجات تانيه كتير. خلاص نقفل دي وروحنا لهنا رايت كليك، هنلقى الاردوينو دي مسطبينها من قبل كده، هنلقى الميكر هاب اهو موجود فيه مين الحاجتين دول. في حاجة اسمها لينكس، في اوبن وكلوز، طبعا في بريفرالز وسنسورز. سنسور حاجات كتير قوي طبعا زي ما انت شايف، وفي كمان بريفرالز اللي هو الانالوج والديجيتال بولس ويتس، كانت بتكافئ اللو ليفل طبعا في الاردوينو. يوتيليتيز اللي هو الحاجات اللي انت عايزها، كمان حاجات ادفانسد شويه سيبكم تتصفحوها. نرجع تاني في التول بوكس هنا، التول بوكس ممكن تضيف ماس، وممكن في اي تولز وسيستم، عندنا فايل باس وحاجات تانية كتير. طبعا هي احدث من الليفا بيز وبفضلها كتير طبعا لانها ادفانسد شوية. نفتح بعد كده اللاب فيو عندنا، هنروح لتولز، نلقى الميكر هاب نزلت عندنا هنا في منيو كده نزلت خاصة بيها لينكس. بعد كده هنضغط على لينكس فيرموير ويزارد، هديني الويندو دي اللي هنا. هنختار البوردة بتاعتنا، في انواع كتير زي ما انتم شايفين، من ضمنها الاردوينو. هنختار نوع الاردوينو بتاعنا، انا شغال على ميجا. طبعا في عندنا نانو واونو، وفي برو مايكرو، في ليناردو. الحاجات دي ما كانتش موجودة في الليفا بيز. هنشتغل مثلا على اردوينو ميجا. طبعا هنشوف لازم ابقى موصل الاردوينو بتاعي، انا هوصله عن طريق اليو اس بي. طبعا لازم توصل البوردة الاول بتاعتك عشان الحاجات دي تظهر عندك. بعد كده اقول له نيكست. طبعا هنا بختار الكم، كم 4. طبعا لو انت مش مسطب الان اي فيزا الكم هنا مش هيظهر معاك، فلازم تبقى مسطب الان اي فيزا الاول، هي على كم 4. اقول له نيكست. بعد كده هنا هتلقى سيريال، بقول له بعد كده نيكست. هيعمل ابلود لفيرموير عندي او كود جاهز يتحرق على الاردوينو، عشان الاردوينو يشتغل ايه كانبوت اوتبوت بنز بس مش اكتر، والتحكم كله يبقى من لاب فيو. طبعا لو انت عايز الكود يبقى فيه جزء منه على الاردوينو وجزء على اللاب فيو، تعمل كاستم كوماند هنا، ممكن تقول له فينش لو انت خلاص خلصت، او ممكن تعمل لانش اكزامبل تشوف اكزامبل جاهز، وتعمل تيست لمين الميكر هاب. طبعا هنا بيقول لك اختار السيريال بورد بتاعنا كوم 4. هنا في ديجيتال ليد، او في ليد متوصله على ديجيتال اوتبوت بن هنا وليكن رقم 13، ودي الليد بتاعتنا هنا في انديكيتور على اللاب فيو، وفي نفس الوقت انت بتبقى موصله على الهاردوير. انا البورد عندي فيه ليد 13 بلت ان على البورده. طبعا ده الستوب بتاع مين هوايل، وهنروح نشوف مثلا البلوك دايجرام. البلوك دايجرام عندنا ببساطه بيجيبه ازاي هو من الميكر هاب هنا. طبعا انت بتضغط على اللينكس، في حاجه زي ما خدنا في الاردوينو، في حاجه اسمها اوبن وكلوز. اوبن بتبقى في الاول هنا، كلوز بتبقى في الاخر.
اوبن طبعا لازم اختار السيريال بورد بتاعي معاها، واختار مين البود ريت والحاجات التانية دي زي ما احنا عارفين. بعد كده البنة 13 هتستخدمها كديجيتال اوتبوت، فبتختارها ازاي؟ من بريفرالز وتختار مين ديجيتال، بعد كده مين انت عايز تطلع عليها قيمة، يبقى تقول له رايت واختار رايت هنا. طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده في حاجات تانية في البريفرالز، في كمان سنسورز جاهزة، في كمان يوتيليتيز هنا تظبطها زي ما انت عايز، الحاجات اللي انت عايز تستخدمها، في كمان تول بوكس، في عندنا لينكس يوتيليتيز. هنا لو انت عايز تكتب كود على الاردوينو وفي نفس الوقت باقي الكود يبقى على اللاب فيو عن طريق مين؟ الكاستم كوماند اللي هي دي، بتروح انت تعمل تظبطها وتشوف الكود اللي انت عايز تكتبه، بتظبطها هنا وتشوف الجزء اللي انت عايزه طبعا، وتكتب الكود على الاردوينو. طبعا بتروح تظبط في البرنامج برضو، ليها ان شاء الله هيبقى فيديو مستقل، بس انا بوريكم ان دي اللينكس. طبعا انا مش محتاجها هنا، خلاص كده ده كود جاهز اهو. طبعا بين 13 ديجيتال اوتبوت هطلع عليها قيمه ديجيتال، يبقى ديجيتال رايت، اخترنا ديجيتال رايت. بعد كده هنا بيقول لك ايه، هات الكونتكست هيلب كده، نقف على دي. هيبقى ليها كام؟ ليها 4 انبوت و2 اوتبوت، اتفقنا. لينكس ريسورس بيبقى من فوق كده والايرور من تحت. هنا الطرف اللي فوق ده بيبقى عباره عن التشانل ديجيتال اوتبوت تشانل، رقم التشانل ديجيتال بتاعتي كام، وليكن 13 بين 13. بعد كده الترمينال الثاني ده بيتكلم على الفاليو بتاعتي، انا عايز اطلع عليها 1 ولا 0. بس ده البرنامج بكل بساطه. هنروح كده الفرونت بانل، انا موصل البورده بتاعتي. انا بكل بساطه هعمل ايه؟ لازم اختار القمه صح طبعا، والبن بتاعتي وليكن 13، هي ديجيتال اوتبوت. هنا هعمل رن، هو بيقول لك ايه؟ لما اضغط هنا ليد كنترول، لما اضغط هنا المفروض الليد على البورده تنور، وهنا دي تنور. اضغط كده هتلاقيها نورت، وعلى البورده فعلا عندي منوره. اضغط هنا طافي على البورده وطافيه هنا، ليه؟ لان هو قايل ليد فاليو هتبقى 1 او 0 عن طريق مين؟ الترمينال ده. الترمينال ده فين؟ اللي هو الليد دي. يبقى الليد دي لما اضغط عليها تطلع 1، تروح تنور الليد على البورده، وفي نفس الوقت لما اضغط عليها هي هنا على اللاب فيو بتنور، وفي نفس الوقت على البورده تنور. اضغط كمان يبقى انا كده مطلع 0، تطفي على البورده وتطفي على اللاب فيو. زي ما قلنا دي موجوده فين؟ هنا اللي هي بوليان، تطلع 0 يا 1. بدل ما ندخل سويتش هو مدخلها كليد، مفيش مشكلة. طبعا زي ما انتم شايفين نفس الفكرة ونفس المفهوم، مفيش اختلاف عن الليفا بيز، بس اللينكس او الميكر هاب بتفضل كثيرا عشان فيها حاجات كتير وتولز كتير، وكمان ان يسمح لي ان انا اكتب جزء من الكود على الاردوينو وجزء على اللاب فيو، واعمل انترفيس ما بينهم بسهولة. دي كانت مقدمة عن تسطيب اللينكس. طبعا في اكزامبلز كتير، ممكن تروح لهلب وفايند اكزامبلز، طبعا هتضغط على سيرش هنا، ممكن تكتب لينكس مباشرة كده، تعمل سيرش هيطلع لك كل الامثلة الخاصة باللينكس. طبعا هنا في امثلة كتير، هسيبكم تتصفحوها. ودي كانت حلقة النهاردة، ياريت لو عجبتكم الحلقة لايك وشير وسبسكرايب عشان تنتظرونا في فيديوهات قادمة خاصة بالتول كيت الميكر هاب. شكرا جزيلا.